بالرغم من الغيابات، رجال الأهلي يهزمون الزمالك 2-1 ويثبتون أن الأهلي فعلا بمن حضر. كابتن علاء، ألف مبروك، فوز مستحق. ألف مبروك يا أيمن، ومبروك على جميع النادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني واللعيبة. فوز مستحق من الشوط الأول، وكان يطلع أكتر من 2، لكن من يتكلم فني حصل حاجات غريبة في الشوط الثاني. صحيح، حاجات غير مبررة بالمرة. هو نفس الفريق ونفس اللعيبه، لكن ما اعرفش ليه تراجع. لكن مبروك، مباراه شوط مستحق وشوط ادى النادي الاهلي بامتياز رغم الغيابات اللي كانت موجوده كمان. لكن دايما انا بقول مباراه الاهلي والزمالك ليها طابع خاص، وكل اللي لعبوا النهارده ادوا اكيد المطلوب كويس قوي. طبعا في بعض اللعيبه لازم تحيه خاصه ليهم، يمكن رسوم ايمن اشرف عامل مباراه ممتازه، والراجل لعب وهو مصاب، كامل ومصاب كمان. طبعا، والنهارده علي لطفي، يعني مش عايز اقول بيقدم نفسه، يمكن عادل اتكلم عنه ان علي لطفي حارس مرمى كبير ومتمكن وما عندوش اي مشكله، وبيقول ان هو موجود. الشناوي موجود، اهلا وسهلا خير وبركه. مش موجود، علي لطفي موجود. مبروك النهارده علي، لازم نتكلم ندي كل واحد حقه. لولا علي النهارده المباراه بتاعت 2-2، ان ضربه الجزاء تصدى لها بمهاره. لكن اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي لعب شوط ممتاز الشوط الاول. الف مبروك، وان شاء الله دايما الاحسن يا رب.